السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعاً في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعماً للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة سريعاً هقدم لحضراتكم بعض الفوائد عن الكمون، والكمون هو من التوابل المشهورة جداً. تحدث عنه الأطباء في كتب الطب البديل وأطالوا في ذكر فوائده، فقالوا عنه إن هو مدر للبول وطارد للرياح. قالوا إن الكمون بيعالج المغص وانتفاخ البطن عن طريق طبخه مع الزيت ودقيق الشعير. وقالوا كمان إن هو بيقطع النزيف عند المرأة وبيعالج السيلانات المزمنة اللي بتنتج من الرحم. وقالوا كمان إن هو بيعمل على علاج مشكلة الزغطة عن طريق شرب منقوعه في الخل. وقالوا كمان إن هو بيعمل على علاج مشكلة سيلان اللعاب عن طريق مضغ الكمون مع الخل. كمان الكمون بيفيد في علاج مشكلة تقطير البول أو عسر البول. وقالوا كمان إن طبخ الكمون مع الزعتر بيعالج مشكلة وجع الأسنان. الكمون بيوصف على إنه فاتح للشهية وبيكافح مشكلة التشنج وبيعمل على زيادة الحليب عند المرأة المرضع، كمان بيعمل على المساعدة في عملية الهضم. ممكن استخدام الكمون سواء بشكله الكمون الحصى أو استخدامه عن طريق طحنه وعمل منه وصفات في إضافته للطعام كبهار أو استخدامه كمنقوع. ممكن نشربه بالنسبة للمنقوع عن طريق هنجيب معلقة من الكمون نضيفها لكوب من المية المغلية ونسيبه فترة يتم نقعه، وبعد كده نبدأ إن احنا نصفيه ونبدأ نشربه معدل 3 مرات في اليوم، وده يكون قبل كل وجبة. او ان احنا ممكن نستخدمه عن طريق مطحون في الحالة ديت لزيادة الحليب عند المرأة المرضع. بنجيب كمية من الكمون مقدار معلقة مع مقدار نص معلقة من العسل نخلطهم مع بعض، ده بيعطى للمرأة في فترة الرضاعة، ده بيعمل على زيادة الحليب بشكل ممتاز جدا. دي بعض المعلومات السريعة عن الكمون، هو ممتاز جدا يا جماعة، انصح الجميع باضافته للسلطة للاكلات. شرب منقوعه، استخدامه بأكثر من طريقة هيدي لحضراتكم الفايدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.